بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بألف خير وسعاده. الحقيقه يا جماعه الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، ويا ريت الناس كلها توصله في كل مكان لان في اكتر من رساله. امبارح اللي هو الخميس كان في مباراه مهمه جدا وهي مباراه الاهلي والزمالك، فكلنا كنا مركزين في طبعا في الماتش، حتى قبلها باسبوع برضو التركيز على ماتش القطبين الاهلي والزمالك، فانا بصراحه ما كنتش قادر اتابع الاحداث بشكل مكثف يعني. فكان من وقت للتاني كده في بعض الاشقاء المغاربه يبعتوا لي صوره ويجي يقول لي ينفع اللي عمله لاعب المنتخب الاولمبي المصري، فانا افتكر ان هو موقف فردي وموضوع يعني لقطه واحده، فاعتذر واجي اقول لهم اوعدكم ان انا هبص في الموضوع ده، ولكن حقكم عليا لحد ما اشوف القصه، واكيد لو في حاجه هتكلم فيها. لحد ما خلال اسبوع على مدار الاسبوع جمعت اكتر من موقف، يعني اكتر من 5 لقطات أو 6 لقطات كلهم اغرب من بعض. 6 لقطات في مباراه واحده ما بين الاشقاء منتخب مصر ومنتخب المغرب. ايه اللي حصل من لاعب المنتخب المصري الاولمبي مع لاعب المنتخب المغربي؟ في حاجه الحقيقه صعبه جدا وتصرفات صبيانيه جدا من لاعب منتخبنا، واللي وصلت الجمهور والاشقاء المغاربه ان هم كمان كانوا فاكرين ان انا متجاهل القصه او ان احنا مش هنعلق او مبسوطين، وطبعا ده مستحيل يحصل ان احنا ننبسط على تصرف سلبي من لاعب منتخبنا الوطني، ولكن كل القصه ان احنا ما كنا، انا عن نفسي كسلام ما كنتش متخيل ان الاخطاء كتير بهذا الشكل. اللقطة الأولى حضراتكم عارفينها طبعا، وهي لقطة عبد الصمد الزلزولي لاعب المنتخب المغربي وتدخل محمود صابر اللي استوجب الطرد والطرد بعد ما دخل على قدم اللاعب. وهنا بيقول لك يعني بعض الناس بتيجي تقول لك ان هو متعمد الإصابة، مستحيل. فدي اللقطة الأولانية، جيت قلت يا جماعة ما تكبروش القصة، مستحيل يكون متعمد الإصابة، مستحيل. هيستفاد إيه يعني؟ ممكن يكون تسرع منه، دخول خطأ منه، ولكن مستحيل يكون متعمد الإصابة. قال لك ده في لاعب كان اسمه الديمومي نادي الزمالك سنة مش عارف 84 او 85، لاعب من الزمالك بطلوا كورة بسبب دخلة زي كده، واحنا كنا خايفين على عبد الصمد. طبعا عبد الصمد زلزولي من الاسامي الكبيرة جدا في الكرة العربية كلها، ولاعب برشلونة الاسباني ومعار طبعا، ولكن لعيب مهم ولازم ان احنا نحافظ عليه كاستثمار عربي لينا كلنا. فدي اللقطة الاولى، وكان رد اكيد قاطع مستحيل يكون في لعيب عندنا قاصد. فبدا بعد كده يجي لي الحاجة التانية، وطبعا بقول لحضراتكم الحاجات دي عمالة تيجي تباعا، وكانت بالنسبة لي لا تستوجب الرد في فيديو الا لما لقيت الموضوع بهوأ على الاخر. اللقطه الثانيه وهي لقطه تسليم الجوائز للمركز الثاني، حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك، وهنا طبعا فوزي لقشع طبعا رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم في المملكه المغربيه، وحسام عبد المجيد يتجاهل مصافحه فوزي لقشع، وطبعا لقطه سيئه جدا جدا جدا، وما ترسمهاش يا حسام لا انت ولا غيرك، زي ما متقبلش اللقطه دي تعمل معاك او مع عندنا رئيس الاتحاد المصري ولا اي حد. اللقطه دي لا تليق ابدا بلاعب منتخب مصر، ولقطه صبيانيه ومتسرعه وغلط تماما انها تحصل، ان انت تتجاهل ده. واحنا الاولانيه قلنا تدخل غير متعمد، لكن هنا بقى انت اكيد واخد بالك ان في حد واقف، يعني ما تقنعنيش ان انت مش شايف فوزي لقشع ولا عارف مين واقف على المنصه. فانا ما بحبش بصراحه يا جماعه التطبيل على حاجه الغلط، واجي اقول ايه اصل هو ما لمحوش، اصل هو هنا بعد ما حضن الراجل اللي ما اعرفش مين تاه وما خدش باله من فوزي لقشع. لا طبعا لا تاه ولا ما خدش باله. طبعا اللاعب اللي بعد كده سلم عادي، ولكن حسام عبد المجيد يتجاهل مصافحه فوزي لقشع، وهنا بدات اعتذر بقوه للشعب المغربي. اللقطه الثالثه، ما انا بقول لك الموضوع بهوى كتير، حاجات كتير جدا يعني، انا ما اعرفش فيه ايه بصراحه، انا والله العظيم ما عارف فيه. احمد عيد برضه لاعب نادي الزمالك المعار ولاعب منتخبنا الاولمبي، بعد الخساره بيشاور للجمهور المغربي بعلامه يعني الفلوس والكلام ده، برضه لقطه صبيانيه ولقطه غلط جدا. وايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللقطه دي؟ يعني انا يا اخي مكسوف لك ومكسوف ليا ومكسوف لاي حد بيتابع كوره، ايه ده؟ ايه الاندفاعيه دي؟ ايه الاندفاعيه؟ انت كده يعني خلاص يعني فشيت غلك مثلا؟ هو الجمهور المغربي ماله؟ الجمهور المغربي هو اللي دافع يا راجل، انا هرد ده لسه، انا كده ما ردتش، ولكن افرجكم عشان تعرفوا حجم الاحراج اللي الواحد فيه. وطبعا هو الناس عارفه قد ايه تقديري واحترامي للشعب المغربي، ما شفتش منه غير كل خير. وبرضو انا لسه هسترسل في القصه دي اكتر. انت فاكر هم 3 لقطات؟ اللقطه الرابعه لاعب منتخبنا الوطني بيحذف قاروره مياه على المدرجات بتاعه المنتخب المغربي او المتفرجين والجمهور المغربي، ف لسوء حظه، ودي مستحيل تكون متعمده ان هو منشن على حد، يعني هو مستحيل يكون منشن. بس هو انت بتحذف قاروره مياه ليه اصلا؟ لسوء حظه انها جت في احد المشجعات. جت في احد المشجعات وجت في راسها. فطبعا
المشجعه ديت اكيد زعلت جدا، ده حقها، وهي الحمد لله بخير، ولكن خرجت بلايف ومستهجنه اللي بيحصل ومستغربه، واتعرضت طبعا يعني للصدمه من الموضوع، وعملت لايف وقالت ان انا هاخد حق قانوني وهتعمل شكوى، واعمل اللي انت عايزاه ده حقك. ولقطه برضو تاني، رابع لقطه مشينه من لاعب منتخبنا الاولمبي. انت فاكر اللقطات خلصت عزيزي؟ معلش استحمل معايا شويه، انا جيت قلت لك يعني انا اتصدمت من حجم الحاجات اللي جايه لي، فطلع استرسل معاكم واخد راي اخوات المصريين، لان انتوا لازم يكون لكم كلمه معايا، لان انا مش هتكلم بلساني لوحدي، انا مش هتكلم بلساني لوحدي، انتوا دايما واثقين فيا وعارفين انا بني ادم صريح وواضح. فلو سمحت يعني يا ريت برضه صوتنا يبقى صوت واحد، صوت واحد. بعد احراز الهدف، ودي لقطه مستفزه ولكن يعني ممكن تعدي نمشيها احتفال، ولكن يعني برضه الجمهور المغربي بعد احراز الهدف الاول للمنتخب المصري، لعيبه المنتخب مصر رايحين للجمهور المغربي بيقول لهم يعني اسكتوا. خلينا نيجي نقول لك يعني ان هم مثلا نمشيها احتفال، ولكن برضه احتفال مستفز، برضه احتفال مستفز ملوش اي معنى، ملوش اي معنى خالص يعني. عزيزي اخر لقطه معايا، ما اقول لك ما خلصوش. طبعا لاعب اجويرو لاعب فريق غزل المحله، وهو بينط كده من على بتاع اللوحات الاعلانيه دي، كان في طفل حامل للكرات، حامل الكرات طفل، بص بيلعب كراتيه، هو طبعا ده اجويرو بيلعب كراتيه بينط، ده اللاعب واقف اللي هو حامل الكرات واقف اهو، فالركله جت فيه، الركله جت فيه، ده حامل الكرات دي صورته، وده اجويرو لاعب غزل المحله ومنتخبنا الوطني، وده بيعمل حركه كراتيه كده بينط، ضربه جت في حامل الكرات، ودي بقى القشه اللي قسمت ظهر البعير. في ايه؟ انا عايز اسال والله العظيم بجد، في ايه؟ ايه ايه ده؟ ايه الشحنه دي؟ ايه المنظر ده؟ الناس في المغرب مش هيقعدوا طول الوقت بيقدموا لك حاجات كويسه جدا وبيتعاملوا معاك كويس واستقبال محترم، استقبلوا النادي الاهلي استقبال محترم جدا لما احنا شفناه في كاس العالم للانديه، ولما احنا لعبنا عندهم حتى ماتشات وديه او كنا موجودين معاهم في اي بطوله في اي ماتش، حتى النادي الاهلي في كاس العالم للانديه حضر له جمهور مغربي، اللهم الا ماتش واحد عشان اكون يعني دقيق وواضح، عشان برضو انا عارف الاجابه وعارف الطرف الثاني، حضروا كل الماتشات ما عدا ماتش ريال مدريد بسبب قربها من المغرب بشكل كبير جدا، فليه ليها هناك رابطه، فرابطه ريال مدريد حضرت لتشجيع ريال مدريد، ولكن برضو لو انتم فاكرين اللافته اللي كانت الجماهير المغربيه ماسكاها ان هو انا اعشق ريال مدريد ولكن اليوم ساشجع الاهلي المصري، اكيد شفتوا اللافته دي، ومحدش كان مجبر ولكن قدموا كل بوادر الحب، واحنا كنا بنرد ده كمان لما كمان المغاربه كانوا عندنا هنا، وكتبنا ان المغرب ومصر شعب واحد رغم انف اي حاقد لو حضراتكم فاكرين، فكانت العلاقه جميله جدا ومبنية على الاحترام، ولكن في ناس مستكتراها، والمره دي لو حتى كنا دايما بنقول ان في ذباب الكتروني بيحاول دايما اي حاجه الاهلي بيلعب مع الوداد يخش يسخن هنا ويسخن هنا علشان يبقى في فجوه، ولكن المره دي التصرفات واضحه وصريحه لدرجه ان المغاربه نفسهم مصدومين، اللي هو انتوا طب ليه بيعملوا كده؟ ليه بيعملوا كده؟ وانا كرسلت انا كمصري انا بقول انا برفض الكلام ده شكل الموضوع انا مضمونا، واتمنى معاقبه اللعيبه ديت والاتحاد المصري كل دور، واتمنى يكون في حتى كمان بيان اعتذار على اللي بيحصل ده، ما نرضاهوش على نفسنا ابدا، يبقى ما ينفعش نرضاه على غيرنا، بالاخص مع ناس بتحترمك ومقدراك وشايلك على دماغها، ودايما بنقول ان الشعب المصري والمغربي في بينهم وفاق كده واحترام متبادل، ودايما الثقافه يعني قريبه، ثقافه قريبه يعني، برضو هم عندهم خفه الدم وعندهم برضو الحماس وحب النجاح، وده برضو موجود عند الشعب المصري من مختلف طائفاته، ففي تقارب كتير، ودايما هم على طول يدعوا لنا وبيحبونا وفاكرين لما احنا شجعناهم في كاس العالم، كل الشعب المصري شجع المغرب في كاس العالم، فليه اللقطه دي تعكر الصفو؟ وليه اللقطه دي تضايق؟ ومستحيل اصدقائي واخواتي المغاربه نكون احنا كمصريين متقبلين ده، اوعوا تصدقوا كده، واوعوا تصدقوا ان احنا ممكن نضايقكم، مستحيل، او ان حد يتجاهل مثلا مشاعركم، لا مشاعركم واصله وانا حاسس بيكم وعارف ان انتم متضايقين، وانا برفض الكلام ده شكلا مضمونا وموضوعا، وحتى اخواتي المصريين الموجودين هتشوفوا تعليقاتهم من خلال الفيديو ده هم كمان بيرفضوه، انتوا على راسنا من فوق ما شفناش منكم الكل خير، مش عايزكم تزعلوا، واحنا بنعتذر بالاصاله عن نفسينا وبنصالح عن اللعيبه المراهقه دي وعن التصرفات الصبيانيه ديت، حقكم علينا، حقكم علينا وصوتكم وصل وبنعتذر لكم، ولكن احنا عندنا الموضوع المجال الرياضي عندنا فيه شحن كبير، فاعذرونا لحد الدنيا ما تهدى، وطبعا ده بيعمل في اخر اسقاط على اللعيبه نفسها بتبقى بالعصبيه اللي انتم شايفينها دي، فاحنا معلش الدنيا عندنا مشدوده رياضيا شويه،
فبيطلع نشئ كده بتصرف التصرفات دي، لكن احنا نرفضنها والله شكلا ومضمونا وموضوعا. ورغم الشحن الكتير والحاجات اللي بيعملوها ديت الاهلي وحتى والزمالكاوي واخوات في كل مكان، وبرده في حملات ما اعرفش ايه، وتلاقي رئيس الزمالك بيتجاوز في رئيس الاهلي، وتلاقي هنا قضايا، وتلاقي هنا بتاع. فاعذرونا يا جماعه بس وعد والله احنا كمان راجعين والدنيا عندنا تهدى من ناحيه التوتر الرياضي اللي عندنا ده، زائد ان كل الصوره اللي انتم شايفينها ديت كشعب مصر رافضينها، اهلاوي وزملكاوي رافضها. فاحنا بنعتذر لكم مره واثنين وثلاثه بالاصابع على نفسنا، وبنطلب بيان من الاتحاد المصري، بيان اعتذار على التصرفات ديت، وان اللعيبه ديت يكون في موقف تجاهها. تحياتي لكل المملكه المغربيه، وعمري ما انساكم، وانتوا دايما على راسنا من فوق، بنحترمكم بنحبكم بنقدركم، وخوا خوا والله العظيم زعلكم غالي علينا. تحياتي اسلام علوي، واتمنى يا رب من قلبي انكم ما تكونوش زعلانين، وان شاء الله باذن الله ما يتكررش حدث زي ده تاني. تحياتي ليكم، السلام عليكم.